كادت إيمان عبد الهاطي أن تقترب بالفعل من حلمها بالوصول للوزن الطبيعي خلال نحو 8 أشهر من العلاج من البدانة في الهند والإمارات. 8 أشهر تغيرت فيها ملامحها وباتت قاب قوسين أو أدنى من فقدان لقب يرتبط باسمها وهو أسمن امرأة في العالم. المصرية إيمان عبد العاطي شغلت مأساتها الرأي العام خلال أشهر علاجها وعرفت بأثقل امرأة في العالم. بدأت قصتها هنا عند نقلها من منزلها في مدينتها الإسكندرية حيث كان وزنها حينها يتخطى النصف طن، واتجهت إلى مومباي الهندية التي خسرت فيها نحو نصف وزنها. وبعد 3 أشهر من علاجها في الهند استقبلها مستشفى برجيل في العاصمة الإماراتية أبوظبي في 4 مايو لتستكمل رحلة علاجها هنا. 20 طبيب ومتخصص عملوا تقييم لحالة المريضة وفي الأول، ونتيجة التقييم ده بناء عليه حطينا 3 مراحل علاجية. كل المؤشرات التي صاحبت علاجها في أبوظبي أظهرت تحسنا كبيرا في حالتها الصحية. لكن الموت كان أقرب ليكتب نهاية لكفاحها في سبيل عودتها لممارسة حياتها كما يعيشها باقي البشر. ميس الحربي، العربية.